اقتران جاب الصين وهو درس اليوم، وهو اقتران دوري يعيد نفسه كل 360 درجة. بالنظر إلى مؤسس هذا الاقتران y equal sin x، نجد أن الارتفاع أو السعة دائما واحد، المجال كل الأعداد الحقيقية دائما، والمدى من سالب واحد إلى واحد، والدورة 360 درجة. خذ المثال التالي y equal 3 sin 5 x. الرقم 3 هو a وهو يحدد الارتفاع وسعة ويجب النظر إليه كموجب. الرقم الذي يقف بجوار x 5 يساعد في تحديد الدورة. دائما في حالة الاقتران sin x نقسم 360 درجة على b كصفة موجبة وهذا يحدد الدورة. للرسم عبر استخدام الآلة الحاسبة scientific calculator نكبس مود 7، نبدأ بأخذ الزاوية 0 لتحديد البداية، نقسم الدورة على رقم 4 وهذا يحدد عدد الدرجات الستبس، والنهاية كمثال نأخذ الرقم الدورة 72، وإذا أردت أكثر يعني ممكن أنك تضغط رقم أكبر من ذلك. Scientific Calculator ستقوم بعد ذلك بإعطائك جدول فيه القيم كبداية 0 ونهاية 72 أو 72، ستعطيك القيم التي ستستخدمها للرسم كما ترى أمامك. طبعا هذا الجدول أنا بس نقلته من الـ Scientific Calculator. طبعا نقوم بتحديد هذه القيم عبر التمثيل البياني كما سترى. ونحرص أنه بعد تعيين هذه النقاط على وصلها ويظهر الشكل كمنحنى هو شكل ساين الأكس. طبعا يعني الجدول يساعد في تعيين القيم. خلال تعيين القيم أود أن أنوه أنه طالما أنت تتعامل مع اقتران جيب السين أو ساين الأكس، دائما المجال كل الأعداد الحقيقية، the domain is always all real numbers دائما. بالنسبة لك ممكن أنك تلجأ إلى الجدول لتحديد المدى عبر النظر إلى العمود الذي به f of x، يعني أنا يعني بدي أك تنظر إلى العمود f of x. أوكي يعني المجال كما قلت منذ قليل أنه كل الأعداد الحقيقية دائما. بالنسبة للمدى انظر إلى أصغر رقم في الجدول وأكبر رقم في الجدول طبعا في عمود f of x، وهم سيساعدون في تحديد المدى بالنسبة لك. فمثلا أصغر رقم هو نيجاتيف 3 سالب 3 وهي بداية المدى، أكبر رقم هو 3 وهي نهاية المدى. فهاي يعني نصيحة لك إذا أنت هتستخدم الكالكوليتر لمعرفة المدى. نأخذ المثال التالي بعد ذلك وهو y equal sin x زائد 3. a 1 فالارتفاع 1، b 1 الدورة 360 درجة. نفس النصيحة استخدم scientific calculator mod 7، الزاوية اجعلها هي البداية نقطة البداية، الزاوية تساوي الصفر في حالتنا x equal 0. الستبس دائما اقسم الدورة على رقم 4 ونهاية الدورة هي فقط البداية زائد مدة الدورة. عندما تكبس يساوي على scientific calculator ستحصل على هذا الجدول، ستقوم برسم هاي الرسمة وإيصال النقط بشكل جميل، ونلاحظ أنه حصلنا على رسمة جميلة لجيب السين. المجال كل الأعداد الحقيقية، المدى اذهب إلى أصغر رقمين في عمود f of x وهم يحددون المدى، أصغر رقم هو 2 وأكبر رقم هو 4 وهذا يحدد المدى. شكراً، انتهى الدرس.